ست عذراء يلدز، شوفي ليش عم تصرخي؟ تاني مانا هون. ما فهمت شو يعني مو هون. كانت عم تفطر وطول الوقت عم تسأل عنك، قلت لها انك رح تجي، لعبت شوي بعدين ضاجت كتير وزعلت، سألتني إذا بتقدر تنزل تلعب بالجنينة، قلت لها إيه ما في مشكلة، قلت مشان تلتهي، طلعت لفوق خمس دقايق ولما نزلت لتحت ما لقيتها، دورت عليها بكل مكان، ما حبيت دق للسيد بارش وأشغل له باله، بس ما بعرف شو بدي ساوي. طيب طيب روقي شوي. أنا ما لقيتها فوق. معقول تكون راحت على الغابة؟ لا ما بتروح لحالها، نحن نبهناها إنه ممكن تضيع. يا ربي لوين راحت؟ لازم دور عليها. عذراء لحظة شوي. انتوا دوروا بكل مكان هون وانا رح دور بالغابة. ارسوي انت ساعد البنات، لا تخافوا اكيد رح الاقيها. جينك تانين بتحب تتخبى، يعني بتفكر انه هالشي لعبة، لهيك دير بالك. تمام ماشي، معناها نحن خلونا نرجع ندور عليها منيح هون، انا رح دور جوا بالبيت مرة تانية وانتوا دوروا حواليها. تمام تمام. تانين 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 تانيم. 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 تانيم تانيم. تانيم عمو يعني انت بتعرفني؟ ايه بعرفك طبعا، بس انت ما بتعرفيني. ما هي؟ ما بعرفك. هي إلي؟ ايه هي بينور. طيب انت مين؟ انا جينك، انا وعذراء. انت من عيلتها؟ لانه تركتني وقال رايحه لعند عيلتها. انت من عيلتها ما هيك؟ تاني كل عم يدور عليكي. مين عم يدور؟ الكل، عيلتك وعذراء وكمان. اجت عذراء من شاني؟ ايه سمعتي بينور، اجت عذراء. بس أنا زعلانة منها. ليش زعلانة؟ لأنه هي وعدتني تجي من شان تشوفني بس ما أجت. بس أختك عذراء كان عندها شغل كتير، ليكي خلصت شغلة وإجت لعندك فورا. بس كنت استناها المسا كتير، ما كنت أقدر نام لأنه هي ما أجت، خفت كتير. فهمت. طيب شو هاد؟ بيت عصفور، أنا وخالي منحط فيه الأكل عطول، الشوف وقع. هلأ العصافير كيف بدها تلاقي بيتها؟ رح تبكي كتير وتقول وين راحت أمي وين أمي. طيب بقدر شوفه؟ هذا رايح المسمار تبعه، وين واقع؟ خلينا نشوف. ها ليكو لقيته، خلينا نرجع نركبه. يلا ها شوفي مشي الحال. انت صلحته. يلا عمو خلينا نعلقه محله. ايه منعلقه. بتحبي تعلقيه انتي؟ كيف بدي اعلقه؟ انا كتير صغيرة عمو. معناتها خليني ارفعك وهيك بتوصل. اذا اكلت منيح بكبر ما هيك؟ طبعا بتكبري. تعالي لشوف، خلينا نحط بينور هون. جاهزة؟ ايه جاهزة. برافو برافو. يا عصافير تعالوا، نحن علقنا لكم بيتكم. رح يجوا على البيت ما هيك؟ ايه اكيد رح يجوا كلياتهم لهون. بس هلا خدي بينور. اوبا. وهلا خلينا ناخدك على عشه يا عصفورتي الهربانه. يلا. تانيم تانيم ما لقيتيها؟ لا.
تانيم وينك انت؟ عزراء شو رأيك ما تشوشي عقل تانيم أكتر من هيك؟ ما فهمت عليك. هي لساتها صغيرة وما بتقدر تفرق الأمور عن بعضها، كانت مفكرة أنك من عائلتنا، بس لما صرتي تحكي لها عن عائلة تانية حست أنك تخليتي عنا. دام لا، أنت بتعرفي الوضع كتير منيح، يعني أصلاً لو ما كنت مش بعرف، بس ما لازم تدفع تانيم تمن مشاكلك. إيه مايك حق، عن جد آسفة كتير، صدقيني ما بعرف شو لازم أعمل، يا ريت لو طالع بإيدي شي. قرري وين بدك تكوني، اختاري العيلة يلي بدك تعيشي معها. عذراء تانيم الحمد لله أنك رجعتي، خفنا عليك كتير، شغل بالي عليك كتير، أنت منيحة؟ لا تخافي، شوفي هي جيت. أهلا وسهلا. أنت ما رح تروحي هلأ ما هيك؟ لا ما رح روح. يلا تعي تاني. وانتي خدي قرارك وريحينا. صاير شي مشكلة؟ لا لا ما في شي. شكراً كتير لأنك لقيت تاني. ما عملت شي مهم، كانت عم تلعب جوا.